بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة النساء، يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية الأولى منها: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وكلمة والأرحام يعني الأرحام التي بينكم، جمع رحم، والرحم هو رحم المرأة. وكلمة أرحام تطلق ويراد منها القرابة، خاصة تلك التي جاءت لنا من أصل الخلقة وهي المرأة. أصل الخلقة في إيه؟ في إن اللي بيخرج منها الحياة والخلق من الرحم. وأسمى الله سبحانه وتعالى هذا المكان مستقر الجنين رحما، اشتقاقا من الرحمة. والرحمة صفة في حقه سبحانه وتعالى قد وصلت إلى غايتها حتى سمي بها. ما هو الصفة لما تكون تامة في الذات قم تتسمى الذات بها، فإذا أطلقت انصرف الذهن إلى هذه الذات. فالرحمة وصلت عند الله إلى منتهاها وغايتها وكمالها وتمامها ولا مزيد فوقها، جل جلال الله. فسمي الله بالرحمن وبالرحيم. الرحمن، هل تعلم له سمية؟ تعرف واحد بيرحم زيه؟ سبقت رحمته سبحانه وتعالى غضبه. يبقى إذن خلق الرحم واشتق لها اسما من اسمه سبحانه وتعالى. يا دي تبقى حاجة كبيرة قوي. وجعلها مصدرا للقرابة بين الناس، يبقى القرابة دي حاجة كبيرة. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام من علامات التقوى ومن الأمور المندوب إليها، بحيث إن قاطع الرحم مؤاخذ عند الله. فالأرحام، هل تريدون وصلها؟ طيب، يبقى اتقوا هذه الأرحام فلا تقطعوها. وفي هذا إشارة إلى الاجتماع البشري الذي تكلمنا عنه مرات. الآية دي تؤصل للاجتماع البشري، فتؤصل العلاقة بين الرجل والمرأة، وتعطي للرجل خصائص وللمرأة خصائص، وتجعل العلاقة بينهما علاقة التكامل وليس النزاع والخصام وحقوق المرأة وحقوق الرجل. أبدا المدخل غلط، إنما هو التكامل والوئام والحب، إلا أن لهذا خصائص ولهذا خصائص. وسيفصل في سورة النساء هذا أجلى تفصيل. وفي النهاية، في نهاية هذا، يجعل المساواة للتساوي هي الأساس، ويجعل تقوى الله هي طريق كل من الرجل والمرأة والخلق أجمعين، وهو الذي يبنى عليه الاجتماع البشري، ويجعل القرابة وصلة الرحم أساسا من أسس الاجتماع البشري. سيدنا حمزة يقرأ ويقول: والأرحام به، ما هي مكسور، الضمير هنا في محل جر، يقول والأرحام، يبقى الأرحام معطوفة على الضمير اللي هو الهاء ده، اللي هو دل على الذات العلية سبحانه وتعالى. يعني تساءلون بالله وبالأرحام. وهنا يختلف المعنى، ويبقى انتم بتسألوا بالله وبتسألوا بالأرحام.
أناشدك الله والرحم، كان العرب يقولوا كده، أناشدك الله والرحم، يبقى بتسأله بالله وبالرحم. فالأرحام اللي انتوا بتسألوا بيها دي في ألفاظكم اوعوا تضيعوها في أفعالكم، حتى لا يتناقض القول مع العمل، ويبقى كلامك ليه معنى وعملك متسق معاه. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهنا تكلم النحاة في هذا الشأن، هل يجوز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار؟ يعني هو عايز يقول ايه؟ يقول به وبالأرحام، ترجع البه تاني. واختلف الكوفيون والبصريون وبتاع وعملوا هيص على دي، وبنقول لهم ايه؟ ده نص معجز هو الأساس، نجعله المعيار ولا نجعله قابلا للأخذ والراد. وهنا الشبهة التي يتمسك بها أعداء الإسلام، بارك الله، ده حمزة بيقول والأرحام، أيوة بيقول والأرحام، وتبقى والأرحام صح، هو ده العربي، به والأرحام من غير إعادة الباء ومن غير وجواز العطف على الضمير، يبقى هو ده الأصل ودي الحج، بلاش لخبطة، لأن دي لخبطة ملهاش داعي. ولذلك فكر العلماء في النحو القرآني، نحو يكون أساسه إيه؟ القرآن، النحو القرآني يسموه كده، وقالوا لا، أي حاجة في القرآن تبقى هي الصح والأساس. أيوه، لأنه أصله نص معجز أوي أوي أوي، معجز بحيث أنه ما فيش حاجة حواليه، وما لقوش في الورد عيب فقالوا له أحمر الخدين، بس ده بقى مش ورد وبس، ده ورد وياسمين ونرجس وحاجات حلوة وريحان، ده كلام رب العالمين لكل العالمين. تساءلون به والأرحام، وفي كتير من الناس متعرفش الميم عليها ايه، لانها موضع وقف، فبنقول به والأرحام، بنقف ولا نقف على حركة. حتى في اللغة العربية كده يقولك ايه، لما تيجي تقف تقف على السكون، فما بنقفش على حركة، فما بيبانش هي ما عليها فتحة ولا عليها كسرة. فكتير من الناس يقولك يعني ما اناش واخد بالي منها، دي هي الأرحامة ولا الأرحامي؟ إن الله كان عليكم رقيبا، شوف المفتاح، الرقيب فعيل يعني مراقب لكم، فليكن ترقبون أمره، ما هو رقيب فعيل تنفع للفاعل والمفعول، فأنت تراعي ربنا وترقبه في عملك، لأنه ينظر إليك ولا تغيب عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. فهو رقيب، شوف التعبير، ما قال لكش مراقب، ما قال لكش مراقب، قال لك رقيب. إن الله كان عليكم رقيبا فامشوا عدل علشان ربنا يكرمكم. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.